رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. خلال هذه الفترة وخلال فترة جائحة كوفيد 19 لاحظنا اجتهاد جميع الجهات المختصة في بذل كل الجهود لجميع الفئات الموجودة في المجتمع والخدمات اللي توفرها شؤون ذوي الإعاقة لخدمة المعاقين. مع جائحة كوفيد 19 كان لها دور كبير خلال هذه الفترة. راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذة هنادي المبيلش، نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ورعاية المعاقين بالإنابة. صباح الخير أستاذة. صباح الخير، هلا فيكم، حياكم الله. الله يحييك، حياك الله معنا في شاي الضحى. في البداية ودنا ننطلق مع موضوع شهادات الإعاقة لمدة عام، هل تم تمديد هذه الشهادات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قامت بإجراءات عديدة في خدمة ذوي الإعاقة، كونهم فئة خاصة ولهم أولوية كبيرة على نطاق المجتمع بشكل عام. من ضمن هذه الإجراءات، أهمها الإجراءات الإدارية، هو تمديد شهادات الإعاقة المنتهية في 2020 ولمدة عام. طبعا الهيئة بادرت بهذه المبادرة في شهر مارس 2020، وتم بالفعل تمديدها لمدة 4 شهور، ولكن لاستمرار هذه الأزمة وجائحة كورونا وتعطيل الأعمال، فبالتالي يصعب على ذوي الإعاقة وذويهم مراجعة الهيئة في ظل عدم وجود لجان حاليا ورغبة منا في تسهيل المعاملات عليهم. قمنا باتخاذ هذا القرار، وهي تمديد كل الشهادات المنتهية في 2020 لمدة عام كامل ابتداء من تاريخ الانتهاء الفعلي لها، طبعا وفق ضوابط وشروط خاصة في الهيئة. نعم طبعا فعلا، يعني الأمور الإدارية خلال هذه الفترة عليها تساؤلات كثيرة، علشان كذي حبينا نسلط الضوء على هذا الموضوع في شاي الضحى. أيضا في نقطة عليها تساؤلات كثيرة، إطلاق رابط طلب شهادة المكلف بالرعاية، ما هي الآلية في استخدام هذا الرابط؟ نعم، هذا الرابط عبارة عن كون ديوان الخدمة المدنية أصدر قرار أن كل جهة أو تعميم كل جهة حكومية لها الحق في إعفاء بعض أو كل الموظفين اللي يندرجون تحت فئات معينة كالمعاقين، كالمكلفين بالرعاية، أصحاب الأمراض المزمنة في حال وجود تقرير طبي معين، تخفيف ساعات الرضاعة إلى آخره من هذه الفئات. فإحنا طبعا تسهيلا لذوي الإعاقة وللمكلفين بالرعاية، ما له حاجة يكون في مراجعته للهيئة لاستلام شهادة المكلف المجددة أو التخفيف. فقمنا بإطلاق رابط إلكتروني جدا بسيط، يمكنكم الدخول عليه من خلال موقع الهيئة اللي هو pada.gov.kw. راح يكون في إدخال الرقم المدني لذوي الإعاقة، صاحب العلاقة عفوا، والمكلف بالرعاية، وجهة العمل التي يعمل فيها المكلف مما لديه تخفيف. وطبعا يعني ما شاء الله في خلال اقل من 24 ساعه وصلنا 355 طلب، وتم اصدار هذه طباعه هذه الشهادات وارسالها مباشره من الهيئه الى جهات العمل لهؤلاء الاشخاص مباشره. فبالتالي صاحب العلاقه يمكن هو يراجع الشؤون الاداريه في جهه عمله والاطلاع على هذه المستندات وارفقها لجهه العمل، وبالتالي الاستفاده ان لزم الامر من اعفاء العمل في هذه الفتره. نعم، مع تجربتكم للمعاملات الإلكترونية خلال هذه الفترة وفي ظل هذه الظروف، مدى فعاليتها المعاملات الإلكترونية، وهل في خطة أن تستمرون في استخدام هذا الرابط في المستقبل؟ طبعا لو تلاحظين اختفاقنا على مجال الكويت بشكل عام، صارت هذه الجائحة هي دافع لجميع الجهات الحكومية في المبادرة والإسراع في تطبيق التكنولوجيا والربط الإلكتروني مع الجهات. فتلاحظين أكثر الجهات أصبح لديها روابط وبدأ هناك تفعيل للخدمات. إحنا بالنسبة لنا هناك تفعيل لخدمات الأونلاين موجودة من 2017، بالعكس كان عدد الناس اللي ماخذة يوزرات فوق 2000، وعدد من تم إجراء معاملاتهم من خلال الأونلاين 800 شخص. ولكن في ظل جائحة كورونا وفي عدم أو في وجود تعطيل الأعمال وأن الموظفين مو متواجدين في العمل، تم تفعيل هذا الرابط بشكل أكبر. فمعاملات الأونلاين صارت مخصصة لعندنا أهم 6 معاملات، منها تخصيص أو طلب راتب أقل من 21 سنة، طلب مخصص للسائق أو الخادم، طلب أولوية الرعاية السكنية وقرض الزواج، تقاعد المعاق، تقاعد المكلف بالرعاية. كل هذه الأمور حاليا يتم طلبها من خلال الأونلاين،
في ظل أيضا وجود نسبة قليلة من الموظفين 30%، وأيضا عدم وجود المراجعين. فبالتالي استكمال هذه المعاملات من خلال الأونلاين راح يكون بادرة جيدة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل هذه الظروف. نعم، أيضا ذوي الإعاقة يعني عندهم موضوع التعليم الأمور الأساسية واستمرار يعني التعليم ومهارات التعلم، الأمور المهمة في حياة أي فرد في المجتمع. فيعني نبي نتكلم عن إطلاق أيضا رابط خاص بالقطاع التعليمي. نعم، رابط القطاع التعليمي هو رابط خاص بتجديد القرارات التعليمية، تجديد القرارات التأهيلية، موجود في موقعنا. يمكنهم الدخول والاطلاع على المستندات المطلوبة. وطبعا حاليا هو مع يعني جاري تحديث هذا الرابط، وأيضا هناك روابط جديدة سوف يتم إطلاقها إن شاء الله قريبا، ورح نعلن عنها إن شاء الله. إن شاء الله. في كثير من يعني الأمور أكيد الإدارية تحتاج مثلا تواجد المراجعين، وبعضها طبعا لا تحتاج تواجدهم، علشان كذي أكيد أطلقتوا كثير من الأمور الإلكترونية لتسهيل المعاملات بالنسبة للمراجعين. لكن في ظل هذه الظروف شلون قاعد تحاولون أن تضعون هذه الخطة بحيث تمشي جميع المعاملات ويمشي العمل من خلال الأونلاين؟ حلو، الاونلاين مثل ما قلنا هي تقريبا 6 أو 7 اجراءات. في بالنسبه للاشخاص اللي عندهم استفسارات، هناك عده وسائل تواصل مع الهيئه، في واتساب الهيئه، طبعا كل هالامور تلقونها في الانستغرام الهيئه اللي هو نفس الشيء pada.gov.kw. هناك ايميلات خاصه للرد على استفسارات المراجعين، وبالفعل وصلتنا عدد كبير من الاسئله. هناك ايميل خاص للاستفسار عن المخصصات الماليه، في بريد الكتروني خاص للاستفسار عن الشهادات. لو تلاحظين يمكن اغلب الناس يعني نعم راح نكمل اكيد سوالفنا وهذا اللقاء، لكن خلينا نطلع هذا الفاصل وبعدها راح نتواصل معاكم في شاي الضحى. رجعنا نتواصل معكم ورجعنا مع الأستاذة هنادي. رجعنا أكيد لسوالفنا أستاذة، وأنت عارفة يعني التواصل عن بعد والتكنولوجيا أحيانا يعني يكون فيها أعطال، لكن نرجع لموضوعنا والأعمال اللي قاعد تقومون فيها والروابط الإلكترونية لتسهيل الكثير من المعاملات الإلكترونية بالنسبة للمراجعين. نعم، احنا مثل ما قلنا هناك تم تخصيص بريد الكتروني خاص لكل نوع من انواع الاستفسارات، بريد الكتروني خاص بالاستعلام عن الشهادات، بالاستفسار عن المخصصات الماليه، للاستفسار عن طريقه اخذ يوزر اونلاين. وهي هذه طبعا فرصه حاليا احنا يمكن نشوف اكثر الطلبات هي طلب الرغبه في الحصول على نسخه من الشهاده الممدده او اللوحه المروريه او هويه الاعاقه. فبالتالي بناء على قرار مجلس الوزراء راح يكون استقبال المراجعين خلال بعد 14/7، وحاليا قاعد ننظم ان شاء الله مواعيد للحجز بهدف مراجعه الهيئه تمكن الاصحاب الاعاقه من الحصول على الشهادات المطلوبه من خلال مراجعتهم للهيئه في حال طلبها. نعم، يعني ايضا بعد 14/7 ان شاء الله راح يكون في مواعيد، يعني لازم يكون في طلب لموعد للمراجعه.
نعم، وفق شروط وضوابط وإجراءات احترازية هي خاصة بوزارة الصحة، من حيث التباعد الاجتماعي، قياس درجة الحرارة، التأكد من أن أو عدد محدد للمراجعات في اليوم الواحد، التأكد من وجود باركود أو أن هذا الشخص فعلا لديه موعد، إتمام أكثر من معاملة في المكان الواحد، فتح الأفرع على مراحل. كل هذه إن شاء الله من ضمن خطتنا، راح نعلن عنها بالتفصيل في القريب العاجل إن شاء الله. أستاذة هنادي، استعدادكم للمرحلة القادمة واستقبال المراجعين من بعد 14/7، الإجراءات اللي قاعد تاخذونها خلال هذه الفترة أيضا للموظفين العاملين عندكم؟ نعم، هو الموظفين العاملين عندنا طبعا تم عودتهم عودة تدريجية بواقع 30%، كل أسبوع 30%، ويكون ما بينهم تدوير. جميع الموظفين الحمد لله، خاصة في صالات الاستقبال، هم من لهم دراية تامة بالتعامل مع المراجعين، وأيضا في مجالات الربط الإلكتروني الذي لا يعتبر حديث بالنسبة لهم، راح يتم تزويدهم. وبالفعل تم حاليا تجهيز جزء من الصالات لتكون متلائمة ومتوائمة مع عودة المراجعين وعودة الموظفين، من حيث توفير قياس درجة الحرارة، توفير الكمامات والمعقمات بشكل عام في الممرات، اللوحات الإرشادية اللي هي البنارات، الملصقات والاستيكرات اللي تكون موجودة، الوسائل التعريفية اللي تكون موجودة في شاشة التلفاز اللي تنعرض ويقدر يشوفها المراجع في خلال فترة انتظاره. طبعا فترات العمل تختلف من جهة إلى أخرى، بالنسبة لنا هي من 9 إلى الساعة 1، لكن فترات حضور المراجعين راح تكون في فترات أقل طبعا، بحيث أنها لا يعني تتعارض مع فترة العمل الرسمية للهيئة. نعم، ودنا نسمع منك أكيد كلمة أخيرة أستاذة هنادي من خلال هذا اللقاء في شاي الضحى. والله يعني إحنا صراحة يعني الله يحفظ الجميع، وإن شاء الله يرفع هذا البلاء عن ديرتنا، وإن شاء الله مزيد من التطور لنا أو لكم لجميع الجهات الحكومية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ولخدمة مراجعينا بشكل عام. نعم، كل الشكر لك أستاذة هنادي على التواصل معنا وعلى الجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلونها خلال فترة جائحة كوفيد-19. شكرا لك. شكرا، حياكم. شكرا، الله يحييك. راح نطلع متابعينا هذا الفاصل، بعدها راح اتواصل معكم من خلال فقرتنا في شاي الضحى، خليكم معي.